الطفلة العزيزة كي لاقيا وكي لاقي محمد أحمد. الحبيبة والحمد لله على كل حال. الحبيبة الحمد لله اللي لقى صحيحته في هذا الوقت. الحمد لله. عاودتي ما عندي شي مع هادشي ديال التليفونات، اما انا عرفلوش كاع يعني اهين. يا واش نا ماشي نقول لك الحبيبه مشي نعاود لك كي الحجايه. كنت مريضه انموت، عطاني انو كيحرقوني اي زويو انبات انصرصر ربي تخلقني. ايوا عيطت لبني احمد قلت له اجي يا بني عبيني السبيطار البلديه نقوس. ايوا جا عباني قال لك الطبيب مشي تلقي السكانير. مشينا سولنا قالك اي لقي 24,000 ريال. قلت له والله ابني لا لقيتو، زيد عبيني في حالي. لا كان مخلوني انا عطيهم 24,000 ريال، قلت له زيد عبيني في حالي. مشى سول على المركوب قالوا له المركوب مقطوع. قالك جا شي كورونا ولا كولونا شي مرض ما عرفني شي شنو يعيطولو. ايوا قال لك كسو اللي في شي موطع يبقى فيه. جلسنا قلت له وعبيني للدار تخاي نرقب عليه وغدا من يتلقوا المركوب نمشي. قال لي واخا يما. دخلنا وحنا نسمعوا في الخبر اللي في شي موطع يجلس فيه ما كاين لا مركوب لا حتى حاجه لا خروج للزناقي لا والو. قال لك المخزن اي طور بالصراوط. قال لك هذا المرض اي سطح في العباد واي قسلم. قسلوا لي هاد قلاس في الدار ماشي يزيد في العمر. خلينا ودي نمشي للدار ديالنا. قال لك الوالده راهي لا خرجت للزنقه هاد المرض دغيا اي شبط اي قبط واي شبط في بنادم غير تكون في الزنقه اي شبط فيك. قال لك اي دير السعله واي دير الحمى السخونه. ايه قال لك يحق النفس في بنادم ادول اللي ما اطلع ما ادهود واي لقي الحمى السخونه والسعله. ايوا من تم وانا في الدار ما انخرجش كل ام صاصتي طابو هريت نقسم غي كول ونعس كول ونعس كول ونعس ما انعرف ولا الليل لا النهار. والدراري تخاي شحال باستين غيريتي وش كل غي اي طربو في بعضياتهم وجلسوهم من القرايه. دايرين غريبه قول لقاولي الشقيقه في راسي لقاولي الشقيقه في راسي ام قابليني للغيط. ايه قولوني ها ليه ما يقل شي كافي الدود. اقول له والله وش بطفيك المرض غير لاش نشلك. نها قل له انتي اللي ادفهم الناس كامله جالسه في ديورهم انتي اللي ادور في الزنقه فيك الدود. دابا يجيب لكم شي مصيبه كحله دابا يجيب لكم المرض ويقتلكم كاملين. شد ولدك بنداك ولا تخليه شي يخرج للزنقه ماشي يقتلكم داك الولد. انا انتبرالك فاطمه انا انتبرالك. قالك خاصك تخلي ميترو بينك وبين العباد. انا ما انا عارف شي نحسبه وليني انا عطير بنادم اتساع باش لا يبسق شي عليك. اشوف قالك حشوي حشوي تقوز تغسل يدك. ايوا باش ملا يشبت شي فيك المرض. الحاصل هاد التليفون طيب لي ودني اسلم على محمد احمد شنو نصلي العصر على الحبيبه. الله يبعد علينا هاد البلا ويحفظ الجميع. الله يحفظ الجميع على الحبيبه. قدرك وليدي لا تخرجوا شي لا تخرجوا شي بقى في الدار. بالسلامه بالسلامه الله يرضي عليكم الله يرضي عليكم بسلامة.